إلى المقابلة الحدث على العربية، مقابلة أو مقابلة مع الدكتور كورونا كما يسمونه، الدكتور أنتوني فاوتشي الذي قابله الزميل أسامة سرايا. في هذه المقابلة شكك أنتوني فاوتشي خبير المناعة الأمريكي في مصداقية دكتور أسكوت أتلس وقال إنه فاقد للمصداقية في أمريكا. هذا غير صحيح، لا توجد أي أدلة على الإطلاق على ذلك. حسناً سيدي، أنا مضطر إلى المغادرة لأن الساعة هنا 10:34. طيب هو سؤال واحد فقط تبقى دكتور فاوتشي، أرجو أن يعني تجيب عليه وتغادر. هذا يعتمد على السؤال. ما كان سؤالك؟ هل أنت مرة أخرى تستخدم الأسلوب الاتهامي؟ ما سؤالك؟ والله هذه ليست اتهاماتي دكتور فاوتشي، هذا هو حديث الدكتور سكوت أتلس. هذا غير صحيح، لا توجد أي أدلة على الإطلاق على ذلك. فقد سكوت أتلس مصداقيته في الولايات المتحدة، لا أعرف شخصاً يصغي لما يقوله الآن. على أي حال أعتقد أننا انتهينا من المقابلة، لقد تجاوزنا نصف الساعة. عندما كنت في البيت الأبيض كان بخير، كان حاد الذهن وطرح أسئلة جيدة واستقصى عن المعلومات وخاض حوارات جيدة، ولكن كل ذلك كان قبل عام، ولا أستطيع أن أعلق على أي شيء حدث مؤخراً لأنني لم أتفاعل معه مؤخراً. هل أنت مهدد بالقتل دكتور فاوتشي؟ ومعنا للحديث عن مقابلة أنتوني فاوتشي الصحفي والمذيع الزميل في قناة العربية أسامة سرايا. أهلا وسهلا فيك أسامة، تابعنا هاي المقاطع التشويقية للمقابلة ونحن بانتظار بث مقابلة أنتوني فاوتشي، لو تحكي لنا شوي عن كواليس هذه المقابلة، خاصة أنه فاوتشي كان يريد الانسحاب من المقابلة 3 مرات وبالأخير هو كمان انسحب من المقابلة. صحيح. كان محتجا على الأسئلة يلي وجهت له إياها، حكي لنا شوي عن كواليس هذه المقابلة. هو طبعا المقابلة كانت المفترض أنها تذاع يوم صباح الخير يا ليث. صباح الخير. صباح الخير يا ليث. صباح الخير يا حنين. أنا عاشق جو المقابلة. صباح النور على طول. أنا وياك نور، عارفة اللي هو أنت عارفة طبعا أنه كان المقابلة المفترض تبث يوم السبت الماضي، لكن نظرا لتغطيات إخبارية متعلقة بضربة المواصي وبعد ذلك طبعا محاولة اغتيال دونالد ترامب تم تأجيلها ليوم الجمعة غدا إن شاء الله بإذن الله الساعة 7:30 توقيت السعودية. خلينا أروج لمعاد المقابلة. يعني المقابلة كانت هي الفكرة، فكرة أنه أنت تسأل أسئلة صعبة بدون ما توجه اتهامات للضيف. كانت الفكرة كلها فكرة أنه الدكتور أنتوني فاوتشي هو أصدر مذكراته في شهر يونيو الماضي، مذكرات تحت الطلب رحلة طبيب في الخدمة العامة، بعدها بأسبوع تحديداً استجوبه مجلس النواب الأمريكي وسألوا في الكثير من الأمور. يعني أنا اطلعت على المذكرات بالكامل، مش بس كصحفي، كمواطن بيبحث عن إجابات للكثير من الأسئلة لم توجد داخل هذه المذكرات. خاصة مثلاً عن تلك الفترة، فترة كورونا. شوفي بالمناسبة يعني لا أحد يستطيع أن ينكر القيمة العلمية اللي بيمثلها الدكتور أنتوني فاوتشي. الدكتور أنتوني فاوتشي اشتغل مع 7 رؤساء في الولايات المتحدة الأمريكية، عمل على تطوير لقاح لسارس وإنفلونزا الطيور وإنفلونزا الخنازير. بس كان السؤال الأهم، وكذلك هو قاد طبعا الحملة الكبيرة اللي يعني أطلقها الرئيس بيل كلينتون في مكافحة الإيدز، وهناك دول المدينة للدكتور أنتوني فاوتشي بهذه المسألة. صحيح. لكن السؤال الأهم، هل احنا طبعا شفنا ما حدث خلال فترة كورونا، لكن كان في منهجية علمية واضحة في استخراج لقاحات الفيروس سارس وكورونا وإنفلونزا الطيور والخنازير؟ هل استطعت إخراج يعني إجابات محددة بشأن كورونا من أنتوني فاوتشي؟ أنا كان عندي تساؤلات قبل المقابلة. التساؤلات ده أنا يعني دايما أؤمن بأنه الصحفي هو الذي يسأل ما يبحث الناس عن إجاباته. فبالتالي فكرة أنه أنا أطرح ما يسأل عنه الناس، كيف بدأ كورونا؟ والناس يسألون عن الإجراءات التي التزم بها العالم بسبب توجيهات أنتوني فاوتشي والولايات المتحدة، هذا أكثر ما يهم. خاصة بعد تصريحاته أمام الكونغرس أنه هذه الإجراءات لم تلعب أي دور، لم تكن مدعومة علميا، هو هكذا قال، يعني إبطاء وتيرة انتشار المرض. لا، هي الفكرة، فكرة كمان أنه أنت يعني هو أثار غضبه كثيرا الدكتور سكوت أتلس. الدكتور سكوت أتلس بالمناسبة هو كبير المستشارين الطبيين للرئيس السابق دونالد ترامب، وعالم
معتد به ومحترم في الولايات المتحدة الأمريكية. كان الخلاف ليس فقط خلافا طبيا ولكن كذلك خلافا سياسيا. دكتور سكوت أطلس اتهم أنتوني فاوتشي بأنه يفعل ما يراه مناسبا سياسيا ولا يتبع العلم. ويبرر على ذلك بأنه غير من درجة خطورة الوباء وباء كورونا بعد يوم واحد فقط من وصول جو بايدن إلى السلطة. فبالتالي كان هناك أسئلة مطروحة ليس فقط حول كورونا ولكن كذلك حول موقفه السياسي. طبعا الكتاب ذكر بعض المسائل، لكن لماذا تتركز الفيروسات في هذه المنطقة تحديدا؟ في هذه المنطقة هو طبعا أجاب في يعني حتى نعطي للرجل حقه، وأجاب في المذكرات مسألة الاتهامات بأنه معهد الصحة دعم إحدى مراكز الأبحاث في كاليفورنيا ومن دورها مركز الأبحاث دعم جامعة ووهان بالمال. لم نحضر المقابلة بعد وننتظرها غدا. بنرجع للمقابلة بالضبط. ما أغضب فاوتشي في المقابلة ودفعه للانسحاب أكثر من مرة؟ شوفي الدكتور أنتوني فاوتشي في المذكرات ذكر هكذا نصا في فصل، يعني هو يحبني ولا يحبني في الحديث عن علاقتي بدونالد ترامب، ذكر بأنه رجل ذات جلد سميك. في اللغة الإنجليزية يعني هذه تعني بأنه رجل يعني يصمد أمام الأسئلة الصعبة أو الصراخ أو ما لذلك، وأنا كنت أتحدث معه بأسئلة صعبة من هذا المنطلق. أوكي، بس أسامة كيف قدرت تسيطر عليه وتخليه موجود معك؟ سهل هذا الشيء؟ إحنا كصحفيين، هي مش نجاح مني، بس إحنا كصحفيين لو أنا وإنت بنتناقش لا خالص، يعني هو المسألة مش خوف، المسألة لها علاقة أولا لا يجب احترام السن، يجب احترام القيمة العلمية اللي بيمثلها. لما بستشعر أنه بدأ يغضب بشكل كبير أحاول أهدئ من روعه أنه أنت رجل علم وأنت تحب دائما الأسئلة الصعبة ويعني ما إلى ذلك. هو كان بصراحة بغض النظر عن طبعا انسحابه من المقابلة في النهاية، إلا أنه كان رجل دمث الخلق ومؤدب بشكل كبير. انتظار المقابلة يوم غد أكيد، والجمهور بانتظار هذه المقابلة المثيرة للجدل. شكرا جزيلا. كثير من الإجابات على كل التوتر اللي كان في المقابلة من قبل أنتوني فاوتشي، أكيد أنت استطعت أنك أنت تنتزع منه إجابات مهمة للجمهور. بالتأكيد فيها إجابات على الكثير من الأسئلة المطروحة. يلا we can't wait، مش رح ننتظر.